نبدأ. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. فقال العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أركان الصلاة 17: النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض. قال: وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة إلا في المسبوق، إلا في المسبوق. ولذا قال لكم في الزبد: والحمد لله في ركعة ممن سبق. فالمسبوق تسقط عنه الفاتحة ويتحملها الإمام. قال: فإن عجز قرأ 7 آيات من غيرها، أي من غير الفاتحة، ولو مفرقة. قوله ولو مفرقة، الغاية هنا للرد على من يقول إنه يجب أن يقرأها متوالية. فقال ولو مفرقة، أي ولو قرأ 7 آيات متفرقة مع قدرته على قراءتها متوالية صحت منه. وهذا ما اعتمده العلامة النووي رحمه الله خلافا للعلامة الرافعي. قال: فإن عجز عنها قرأ 7 آيات من غيرها ولو مفرقة، أي ولو لم تفد معنى، ولو لم تفد معنى، مثل قوله عز وجل: ثم نظر، يعني وحدها، تمام. ومثل الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا بخلاف قراءة الآية في خطبة الجمعة، فإن الآية في خطبة الجمعة لا بد أن تكون آية كاملة مفهمة. أما هنا فلا يشترط أن تكون مفهمة، لكن إذا كانت غير مفهمة لا بد أن يقصد القراءة، لأنها لا تنصرف إلى كونها قرآن إلا إذا قصد القراءة. قال: فإن عجز عنها قرأ 7 آيات من غيرها ولو مفرقة. فإن عجز عن القراءة أتى بذكر، ويعتبر 7 أنواع منه، أي يأتي بذكر ب7 أنواع من الذكر: سبحان الله نوع، الحمد لله نوع، لا إله إلا الله نوع، الله أكبر نوع، لا حول ولا قوة إلا بالله نوع، ما شاء الله كان نوع، ما لم يشأ لم يكن، 7 أنواع. لكن الحروف لا بد أنها لا تنقص عن حروف الفاتحة، يعني تكون 7 أنواع والحروف أيضا لا تنقص، تمام. قال: أو من دعاء، يعني أتى بذكر أو دعاء، والذكر أولى من الدعاء، والذكر أولى من الدعاء. قال: أو منهما. طبعا إذا أتى بدعاء قالوا يشترط أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة، فلا يجزئ دعاء يتعلق بأمور الدنيا: اللهم زوجني وارزقني سيارة، هذا لا يقوم مقام الفاتحة، واضح؟ أيوة. قال: أتى بذكر ويعتبر 7 أنواع منه أو من دعاء أو منهما، أي بعضه ذكر وبعضه دعاء، فهمنا؟ فإن عجز ليس عنده الفاتحة ولا عنده آيات غير الفاتحة ولا عنده ذكر ولا دعاء، عجز، قالوا وقف بقدرها، أي بقدر الفاتحة، والمراد بقدر قراءة معتدلة من أمثاله، بقدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة من أمثاله، فهمنا؟ ولذلك قال لكم في الزبد: ثم من الآيات 7، أي فإن عجز عن الفاتحة ثم من الآيات 7، والولا أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها،
ثم وقف بقدرها واركع بأن تنال كف لركبة إلى آخر ما قال. قال بارك الله فيكم: والركوع وهو لغة الانحناء، وشرعا انحناء خاص، وأقله أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه. أقله أن ينحني، تمام، أقله أن ينحني، أن ينحني تحت الشيء. أنا أقف أمامها، لا بأس، أنا أقف هكذا، جيد. أحسنتم. قال أن ينحني حتى، قال حتى صح، عبر بقوله حتى، حتى تنال راحته. هنا لا عبرة ببطون الأصابع، العبرة بالراحتين. يعني لو نالت أصابعك ركبتيك دون الراحتين هذا لا يجزئ، واضح؟ قال حتى تنال راحته ركبتيك يقينا، فلا يكفي الظن والشك، يقينا، بحيث لا بحيث تنال راحته ركبتيه. هنا عبر بقوله حتى، لو عبر بقوله حيث كغيره لكان أولى، لأن ظاهر حتى، ظاهر التعبير بحتى أنه لا بد أن يضع راحتيه على ركبتيه. قال حتى، ها؟ لكن وضع اليدين، وضع الراحتين على الركبتين هذا ليس شرطا، هذا مستحب. يعني لو ركع هكذا يكفي وضعهما، هذا مستحب، فهمنا؟ ولذلك غيره عبر بقوله بحيث، هذا أولى وأدق. نعم، شكرا. قال: وهو لغة الانحناء، وشرع انحناء خاص، وأقله أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه. قال: ويشترط ألا يقصد به غيره، أي ألا يقصد بهذا الانحناء غير الركوع. فلو، هذا تفريع، فلو هوى لقتل حية فجعله ركوعا لم يكفي، لأنه لم يقصد الانحناء للركوع. ومثله لو أنه قرأ آية سجدة فهوى لسجود التلاوة، فلما وصل إلى حد الركوع جعله ركوعا، فإنه لا يكفي، واضح؟ لأنه لم يقصد الهوي للركوع. قال: والطمأنينة فيه والاعتدال، وهو لغة الاستقامة. طبعا قال هنا: وأقله، أكمل الركوع سيأتي معنا في السنن. وقوله أقله، هذا أقله للقائم، أما القاعد فأقله أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، فهمنا؟ تمام. قال: والاعتدال، وهو لغة الاستقامة، وشرعا أن يعود الراكع لما كان عليه قبل ركوعه، فإذا كان قائما عاد إلى القيام، وإذا كان قاعدا عاد إلى القعود. وشرطه ألا يقصد به غيره، فلو رفع من الركوع فزعا من شيء فجعله اعتدالا لم يكفي، تمام. قال: والطمأنينة فيه والسجود، وهو لغة الخضوع، وشرعا وضع الأعضاء السبعة. قوله وضع الأعضاء السبعة، هذا التعبير أحسن من تعبير غيره وضع الجبهة فقط، واضح؟ لأن غيره قال وضع الجبهة، وأما بقية الأعضاء فوضعها شرط للسجود، لكن هذا التعبير يشير إلى أن السجود هو وضع الأعضاء السبعة كلها، تمام؟ قال: وشرعا وضع الأعضاء السبعة، وأقله أن يضع بعض بشرة أو شعر جبهته على مصلاه.
أن يضع ماذا؟ بعض بشرته أو شعر ماذا؟ شعر الجبهة ليس شعر الرأس. فإذا كان شعر رأسه طويلا ينزل على جبهته فسجد على شعر رأسه النازل على الجبهة ولم يمس شيء من جبهته الأرض لا يصح سجوده. فهمنا يا مشايخ؟ ولذلك انظر ماذا قال: وأقله أن يضع بعض بشرة أو شعر جبهته على مصلاه، وبعضا من كفيه وركبتيه وقدميه، بعضا من كفيه، بعضا من ركبتيه، بعضا من قدميه، ولو بطن أصبع واحدة، ولو بطن أصبع واحدة. قال: وشرطه التحامل برأسه، أي أن يضع رأسه بثقله. قال: وشرطه أيضا، قال: وشرطه التحامل برأسه وعدم الهوي لغيره، فلو سقط على وجهه لم يكفه، ووجب عليه العود إلى الاعتدال. وشرطه أيضا ارتفاع أسافله على أعاليه، يكون سجوده هكذا بهذا الشكل، فلو سجد هكذا كأن يسجد مثلا كما يحصل من بعضهم في أيام معينة، في أيام الجمعة مثلا يصلون على الدرج، ها، يكون سجوده هكذا لا يصح سجوده. رأيت بعضهم في كلاتين في مسجد القدس، ها، يصلون بهذا الشكل لا يصح السجود. واضح؟ قال: وشرطه أيضا ارتفاع أسافله على أعاليه، أي ارتفاع عجزه، عجيزته أي، وما حوله على رأسه ومنكبيه، فإن لم يقدر صلى بحسب حاله، إن لم يقدر. أما إذا قدر يوجد مكان آخر، واضح، فهذا لابد أن ترتفع أسافله على أعاليه. وكذا لو عجز عن وضع جبهته إلا على نحو وسادة لم يجب. تمام؟ يعني لو عجز عن وضع جبهته على الأرض لابد أن يضع وسادة، لم يجب. واضح؟ أيوة. إلا إن حصل به التنكيس، إلا إن حصل بذلك التنكيس. قال: وشرطه أيضا ألا يسجد على محمول له يتحرك بحركته. فإذا كان عنده عمامة تغطي جميع الجبهة يسجد عليها لا يصح سجوده، كأن تكون بهذا الشكل مثلا يسجد هكذا، هذا السجود لا يصح، لأن هذا يغطي جميع الجبهة، هذا السجود لا يصح. فهمنا؟ هكذا يسجد بهذا الشكل لا يصح. قال هنا انظر: وشرطه أيضا أن لا يسجد على محمول له يتحرك بحركته، إلا استثناء، إلا ما في يده من منديل ونحوه فلا يضر. لو كان المنديل بيدك، مثال هذه الورقة بيدك، عندما تسجد تضع الورقة المتصلة بيدك وتسجد عليها، هذا لا يضر، لأن لها حكم منفصل. واضح؟ لها حكم المنفصل. قال: وشرطه ألا يسجد على محمول له يتحرك بحركته إلا ما في يده من منديل ونحوه فلا يضر، أي فلا يضر السجود عليه مع الكراهة إذا لم تكن هنالك حاجة، لأنه أي يصح السجود عليه لأنه في حكم منفصل. قال رحمه الله تعالى: قال: والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين، أي وشرطه ألا يقصد به غيره، ألا يقصد بالجلوس بين السجدتين غيره. والشرط الثاني: وألا يطوله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد عامدا عالما. واضح؟ لأن الجلوس بين السجدتين ركن قصير،
شرع للفصل، فإذا طوله قدر الذكر الذي يقال فيه بمقدار أقل التشهد بطلت الصلاة، واضح؟ ومثله الاعتدال ركن قصير، فلو طوله على الذكر المشروع فيه بقدر الفاتحة بطلت الصلاة. ولذلك انظر ماذا قال: وألا يطوله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد عامدا عالما. وكذا الاعتدال شرطه ألا يطوله فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة، أي قدر الفاتحة بقراءة معتدلة عامدا عالما. وقوله عامدا عالما أخرج ما لو كان ساهيا أو جاهلا. وهذا أي في الاعتدال يستثنى منه اعتدال الركعة الأخيرة، لأن التطويل فيها أي في الاعتدال في الركعة الأخيرة معتاد بنحو قنوت، واضح أو لا؟ يستثنى منه اعتدال الركعة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: والطمأنينة فيه والتشهد الأخير، أي المأتي به آخر كل صلاة، وهو مشهور، أي التشهد الأخير مشهور، وأقله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وهو مشهور ولا يشترط ترتيبه، لا يشترط ترتيب التشهد. يعني لو قلت مثلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قبل ذلك قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لا يضر، لا يشترط الترتيب إذا كان المعنى لا يتغير بأن قدمت جملة على جملة. أما إذا كان المعنى يتغير كأن يقول مثلا أشهد أن لا إله لا إله، واضح؟ هذا لا يصح لأن المعنى يتغير. إذن قوله ولا يشترط ترتيبه، نقول محل ذلك إن لم يتغير المعنى، فأما إذا تغير المعنى فالترتيب شرط. قال: ولا موالاته، أي ولا تشترط الموالاة في التشهد بخلاف الفاتحة، فالفاتحة لا بد فيها من الموالاة، فلو تخللها ذكر ليس من مصلحة الصلاة انقطعت الموالاة ووجب استئنافها. ولذا لو كان يقرأ الفاتحة فعطس فحمد الله وجب عليه إعادة قراءة الفاتحة من أولها، فهمنا؟ ولو أنه سكت سكوتا طويلا انقطعت الموالاة، ولو أنه سكت سكوتا قصيرا قاصدا قطع القراءة انقطعت الموالاة، بخلاف ما لو كان سكوته قصيرا ولم ينوي قطع القراءة فلا تنقطع. هذا بالنسبة للفاتحة. الموالاة في التشهد ما حكمها؟ محل خلاف. قال: ولا موالاته، أي ولا تشترط موالاته عند ابن حجر، أشار إلى أنها عند الرملي تشترط، تمام. قال رحمه الله تعالى: والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، تمام، أي بعده. وأقل الصلاة على النبي أن يقول اللهم صل على محمد. قال: فلا بعد، قال فيه، تمام، أي بعد التشهد. ولذا قال: فلا يجوز تقدمها على شيء منه، ولا تشترط الموالاة بينهما، أي بين التشهد والصلاة على النبي لا تشترط الموالاة، يعني حتى لو فصل فاصل بينهما لا يضر. قال رحمه الله تعالى: والسلام، أي ومن أركان الصلاة السلام،
وأقله السلام عليكم بالألف واللام، وهذا بخلاف التشهد، فالتشهد تأتي به بالتنكير يصح سلام عليك، لكن السلام لا بد فيه من التعريف، واضح؟ والفرق بينهما أن التشهد ورد بالتنكير دون السلام، لم يرد بالتنكير. قال وأقله السلام عليكم، تفهم أن لو قال سلام عليكم لا يجزئ، لو قال سلام عليك بالإفراد يجزئ، سلام عليك لا يجزئ، تمام لا يجزئ. لو قال سلام عليهم يجزئ، لا يجزئ، تمام. وشروط السلام كم؟ ها؟ 9. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر، واجلس وأسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. عرف السلام، وخاطب عليكم ليس عليهم، عرف وخاطب وصل، واجمع عليكم لا عليك ولا عليكما، ووالي بين السلام وعليكم، اجمع وخاطب وصل، عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا، أي تأتي بالسلام حال كونك مستقبل القبلة، ثم لا تقصد به الخبر، لا تقصد بالسلام الخبر، تمام، بل إما أن تطلق وإما أن تقصد به الخروج من الصلاة، تمام. قال واجلس، أي وتأتي بالسلام حال كونك جالسا، وأسمع به نفسا، وهذا لا يشترط في السلام بل في جميع الأذكار التي في الصلاة، وجوبا في الواجبة وندبا في المستحبة، أن تسمع نفسك، فلا يكفي أن تحرك شفتيك، لابد أن تسمع نفسك، تمام. قال فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرة. في البيتين 9 شروط، والشرط العاشر أن يكون السلام بالعربية للقادر عليها، فإن عجز أن يأتي به بالعربية ترجم بلغته، ويجب عليه السفر ليتعلم الأذكار الواجبة بالعربية، يجب عليه السفر إذا لم يجد معلما في بلده، يجب عليه السفر إذا توفرت له مؤنة الحج، إذا توفرت له مؤنة الحج. فإن قال قائل لماذا توجبون عليه السفر ليتعلم الأذكار الواجبة في الصلاة ولا توجبون عليه السفر لتحصيل الماء المطلوب في الطهارة؟ الجواب لأنه بسفره لتعلم الأذكار الواجبة ينتفع طول عمره، أما الماء فإنه يستهلك، يبقى معه يوم يومين أيام محددة ثم ينتهي، واضح؟ ولذلك وجب عليه السفر لتعلم الأذكار الواجبة في الصلاة إن لم يجد معلما لها، معلما له إياها في بلده، فهمنا؟ قال والترتيب بين الأركان كما مر، فإن تعمد تركه، أي إن تعمد ترك الترتيب كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاته، وإن سهى، أي قدم ركنا على ركن سهوا، فما بعد المتروك لغو، واضح؟ كأن سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة التالية ترك سجدة، واضح؟ قال ما بعد المتروك لغو غير معتبر، قال فما بعده لغو، ثم إن تذكر قبل أن يأتي بمثله، يعني وهو في القيام تذكر، قال أتى به، وإلا أي وإلا
بأن تذكره بعد أن وصل إلى مثله، تمت ركعته وألغي ما بينهما وتدارك الباقي آخر صلاته. فهمنا هذا؟ هذا واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ غير واضح؟ طيب، نفترض على سبيل المثال أنني سجدت سجدة واحدة ثم قمت إلى الركعة التالية، نسيت ماذا؟ نسيت سجودا، صح؟ نسيت سجودا، وأيضا نسيت الجلوس بين سجدتين، أيضا نسيت الجلوس بين سجدتين. قد أكون جلست للاستراحة، إذا جلست للاستراحة فإن جلوسي للاستراحة يقوم مقام الجلوس بين السجدتين، إذا لم أجلس للاستراحة فإنه لا يقوم مقام الجلوس بين السجدتين. فهمنا؟ طيب، إذا أنا سجدت سجدة واحدة وقمت للركعة التالية، وعندما كنت في حالة القيام تذكرت، الآن تذكرت قبل أن أصل إلى مثله، أي قبل أن أصل إلى السجود، ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أعود فآتي بما تركت من الأركان وأكمل الصلاة، هذا إذا تذكرته قبل أن أصل إلى مثله. أما إذا تذكرت وأنا في السجود من الركعة التالية أنني نسيت سجدة في الركعة التي قبل، فما بينهما يلغو، كانسل، واضح؟ وتتدارك الباقي في آخر صلاتك. فهمنا أو لا؟ فإن تذكرت بعد السلام بزمن قريب تأتي تتدارك بما فاتك، وإن تذكرت بعد السلام بزمن طويل تستأنف الصلاة من أولها. فهمنا؟ إذن كم صارت الحالات؟ 4 حالات. شكرا. ستتعب هكذا ربما في هذا الوقت نحتاج أن... ماذا؟ نعم، هو هذا ترك أركان، يعني نعم، هو ترك الترتيب، أي قدم ركن على ركن. نعم. قال: شروط صحة الصلاة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة 15: الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، والطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة في غير نافرة السفر المباح، وصلاة شدة الخوف، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة، وترك الأكل والشرب، وألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك، وألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها وعدم تعليق قطعها بشيء. أحسنت، هذا مبحث مهم. قال: شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة 15: الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها. قال: فلو تردد في فرضيتها، ما معنى تردد؟ شك، هل صلاة الظهر فرض أو لا، أو اعتقدها سنة، قال: أنا أصلي الظهر لكن صلاة الظهر هذه مستحبة ليست واجبة، قال: لم تنعقد الصلاة. قال: وألا يعتقد فرضا، أي فرضا معينا من فروضها سنة، وهذا تقدم نظيره في الوضوء، ولذا قال: أي معينا كالفاتحة أو الركوع، بخلاف المبهم كأن اعتقد أن واحدا منهما من غير تعيين سنة، يعني قال أحد الركنين الفاتحة أو الركوع سنة واحد منهما لكن لم يعين، هذا لا يضر. قال: وبخلاف ما لو اعتقد أن جميع مطلوباتها فروض، كل ما طلب في الصلاة اعتقد أنه فرض، أيضا هذا لا يضر، أو أن بعضها فرض، أو أن بعضها فرض وبعضها سنة، أيضا هذا لا يضر، ما دام أنه لم يقصد بفرض معين
السنة، فإنه لا يضر أيضا مطلقا عند العلامة ابن حجر من عالم وغيره، وعند العلامة الرملي لا يضر من عالم، لا يضر من عامي، أما من عالم فإنه يضر، وتقدم الإشارة إلى هذا فيما سبق. ثم قال: والطهارة عن الحدثين أي الأصغر والأكبر بماء أو تراب، فإن لم يجدهما يسمى ماذا؟ الذي لم يجد ماء ولا ترابا فاقد الطهورين. قال: فإن لم يجدهما صلى لحرمة الوقت وأعاد. وفي الزبد: ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فريضة. قال: والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. قال: والطهارة عن النجاسة في الثوب. قال: مثل الثوب محموله، فإذا كان يحمل النجاسة مثلا لا تصح صلاته، ومثل الثوب أيضا الملاقي لمحموله. مثاله، انتبه معي، تمسك بحبل وأنت تصلي وطرف الحبل الآخر مربوط في عنق كلب، لا تصح صلاتك، لأن الحبل الذي هو محمولك ملاق لنجاسة. انظر ماذا قال: مثله محموله والملاقي لمحموله. لكن لو كان هذا الحبل ليس بيدك وإنما وضعته تحت قدمك ووقفت عليه، تصح صلاتك أو لا تصح؟ ها؟ واضح السؤال؟ وضعت الحبل تحت قدميك ووقفت عليه، تصح صلاتك أو لا تصح؟ تصح، لأنك لست حاملا له، لست حاملا له. انظر ماذا قال: الملاقي لمحموله، يعني الحبل محمول لك. فهمنا؟ لا، ليس المقصود هذا. تمام. قال: والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن. قال: والبدن ومنه داخل العين، أي ومن البدن داخل العين، فإذا كان هناك نجاسة تزيلها إن أمكن، وداخل الفم، فإذا كان هنالك دم مثلا يجب إزالته، لأنني قلت لك أو لأنهم قالوا وأنا ذكرت لك هذا، أن داخل الفم يعتبر ظاهرا بالنسبة للنجاسة ويعتبر باطنا بالنسبة للحدث، كذلك الأنف، فداخله يعتبر ظاهرا بالنسبة للنجاسة باطنا بالنسبة للحدث. قال: ومنه داخل العين والفم والأنف، ولم يجب غسله في الجنابة، أي ولم يجب غسل داخل العين ولا داخل الأنف ولا داخل الفم في الجنابة ولا في الوضوء، لأنها أخف من النجاسة. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى: والمكان، أي والطهارة عن النجاسة في المكان، أي في المكان الذي يلاقيه بدن المصلي، أما في غيره فلا. ولذلك لو كانت النجاسة تحاذي صدرك أثناء السجود، تحاذي لكن لا تلامس، فإن الصلاة صحيحة. فمحاذاة النجاسة للمصلي سواء كانت محاذاة من الأسفل، من الأعلى، من الجنب الأيمن، من الجنب الأيسر، من الأمام، من الخلف، من الجهات الست، محاذاة النجاسة مكروه. يعني لو كنت أصلي هنا وبجانبي جدار نجس أو بجانب نجاسة، الصلاة صحيحة. فهمنا؟ قال:
قال: والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة. طيب، أنا أستأذنكم، أذهب دقيقتين إلى الخلاء وأعود، أحتاج أن أجدد الوضوء حتى أنشط قليلا. طيب، نستمر. قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وستر العورة. العورة بارك الله فيكم معناها في اللغة النقص، وأما عند الفقهاء فلها تعريفان. تعريف يذكر في كتاب النكاح، وهو أن العورة ما يحرم النظر إليه، وتعريف يذكر في الصلاة، وهو ما يجب ستره. هنا المصنف رحمه الله ذكر التعريفين،
فقال العورة لغة النقص، وتطلق شرعا على ما يحرم نظره، وهو جميع بدن المرأة ولو أمة، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى جميع بدن المرأة ولو كانت أمة. واضح؟ ولو كانت أمة فإنه يحرم نظره على الأجنبي، وجميع بدن الرجل فإنه يحرم نظره على الأجنبية. أي أن المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى جميع بدن الرجل، أي إلى أي موضع منه. هذا معتمد المذهب. وهنالك رأي آخر في المذهب أنه يجوز لها أن تنظر إلى ما يبدو عند المهنة من وجه ورأس ويدين وساقين وقدمين، وهذا قول قوي. تمام. وهناك قول ثالث أنه يجوز أن تنظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن هو جرى هنا على ما اعتمده الإمام النووي، هذا معتمد الإمام النووي. قال: ويذكرونه في النكاح، أي ويذكرون هذا التعريف في كتاب النكاح. وعلى، أي ويطلق، أي وتطلق العورة على ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا، أي المراد بالعورة هنا ما يجب أن يستر في الصلاة، وهو ما بين سرة وركبة، وهو ما بين سرة وركبة الرجل والأمة. قال: ما بين سرة وركبة الرجل، لو عبر بقوله الذكر لكان أولى، ليشمل البالغ وغير البالغ. واضح؟ لأن الرجل هو البالغ، فالتعبير بقوله الذكر أولى من التعبير بقوله الرجل، لأن الذكر إذا كان عمره 10 سنوات وصلى فعورته ما بين سرته وركبته. قال: وما سوى الوجه والكفين من بدن المرأة، أي ما سوى الوجه والكفين يجب عليها ستره في الصلاة. أما الوجه والكفان ظهرا وبطن فلا يجب. وتفهم من هذا أنه يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، باطن القدمين يكفي سترهما بالأرض. واضح؟ مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة، وهو أوسع من مذهب الشافعية. مذهب الإمام أحمد أنها تمنع من ستر شيء من بدنها إلا الوجه، يعني حتى الكفين تمنع، مذهب أحمد، وهو أشد من مذهب الشافعية. واضح؟ قال هنا: وللمرأة أيضا خارج الصلاة عورتان. انتبه لهذا مهم، للمرأة خارج الصلاة عورتان، عند المحارم واحد، ممكن تكتب واحد، عند المحارم الذكور، عند المحارم الذكور واحد، اثنين، وعند النساء، أي وعند النساء المسلمات، نضيف قيد المسلمات، ثلاثة، والمملوك العفيف، أي عند مملوكها العفيف، هذا الثالث، والرابع، وفي الخلوة، أي إذا كانت في خلوة لوحدها. هذه كم مواضع؟ أربعة. ما عورتها في هذه المواضع الأربعة؟ قال: وهي ما بين السرة والركبة. عورة المرأة في هذه المواضع الأربعة ما بين السرة والركبة. قال: ثانيهما عورتها عند الكافرات. هذا محترز القيد الذي أضفته لك، عندما قال النساء قلت المسلمات، ليخرج النساء الكافرات. قالوا: ومثل الكافرات المسلمات الفاسقات. تمام. ومثل الكافرات المسلمات الفاسقات. قال: عند الكافرات، وهي ما لا يبدو عند المهنة، أي أنها عند الكافرات
تكون أكثر احتياطا في عورتها، فيجوز لها أن تظهر رأسها وعنقها وذراعيها وساقيها، لكن لا تكشف عن صدرها مثلا أو عن ظهرها مثلا عند الكافرات ومثلهن المسلمات الفاسقات. قال: وللرجل خارجها، أي خارج الصلاة، أيضا عورتان، إحداهما عند الرجال واحد، والنساء المحارم اثنين، وهي ما يجب ستره في الصلاة، أي عورة الرجل عند الرجال ما بين السرة والركبة، وعورة الرجل عند المحارم من النساء ما بين السرة والركبة. قال: ثانيهما في الخلوة، أي إذا كان خاليا. قالوا: ولو في مسجد، يعني كان خاليا في مسجد مثلا، وهي السوءتان، القبل والدبر، ويجوز كشفهما لأدنى حاجة، يعني لو حصلت له حاجة يجوز الكشف. نعم، هذا كله في بيان العورات. ثم تكلم على شرط الساتر، فقال: وشرط الساتر كونه جرما بكسر الجيم، يمنع إدراك لون البشرة في مجلس التخاطب لمعتدل البصر. إذن الشرط أن يكون الساتر يمنع إدراك لون البشرة، فلو كان شفافا لا يمنع إدراك لون البشرة، فهذا لا يصح كونه ساترا. تمام. ولو كان يمكن إدراك حجم البشرة من خلاله، لا لونها، يستر اللون لكن يظهر الحجم كأن كان ضيقا، ها، تصح الصلاة أو لا تصح؟ نقول: تصح الصلاة مع كون ذلك خلاف الأولى للرجل ومكروه للمرأة، يعني حتى من المرأة يصح، ها، انتبه. قال: الشرط الثاني للساتر كونه يشمل المستور لبسا، يعني يكون شاملا للمستور، أي شاملا مثلا بالنسبة للذكر لما بين السرة والركبة، يشمل المكان كله. قال: ونحوه، فلا تكفي ظلمة. لو صلى الإنسان في ظلمة، قال: أنا لا أرى عورة نفسي في ظلمة، إذا أخرجت يدي لا أكاد أراها، نقول: لا تصح. قال: فلا تكفي ظلمة ولا أثر، ولا أثر الصبغ الذي لا جرم له، يعني أثر لو وضع صبغة طلع بدنه بصبغة لا يكفي هذا. تمام. كذلك قال: ولا تكفي الخيمة الضيقة، لو صنع له خيمة ضيقة، أو نستطيع نقول صنع له صندوقا ضيقا يدخل وقته عاريا وقت الصلاة ويصلي داخل الصندوق، نقول أيضا لا، مع أنه قد يعجز عن الركوع والسجود لكن ممكن يصلي صلاة جنازة أو يصلي بالإمام مثلا، واضح؟ المهم لا تصح، لا تصح. تمام. ويشترط في الساتر أيضا أن يكون طاهرا كما مر. تمام. ثم قال: واستقبال القبلة، أي الكعبة، ويجب استقبالها يقينا بمعاينة أو نحوها في حق من لا حائل بينه وبينها، لا يوجد حائل بينه وبين الكعبة، وظنا في حق غيره، أي ممن وجد بينه وبين الكعبة حائل. ثم قال: في غير نافلة السفر المباح، أي الجائز، فالمراد بالإباحة هنا الجائز، ويشمل الجواز هنا ما ليس سفر معصية، فيدخل فيه السفر الواجب، السفر المستحب، السفر المباح، والسفر المكروه. تمام. سيأتي بسط هذا في أحكام قصر الصلاة. قال: المباح أي الجائز المستجمع لشروط جواز القصر إلا الطول، أي يجوز له ترك استقبال الكعبة في السفر القصير، فلا يشترط أن يكون السفر طويلا حتى يترخص بهذه الرخصة. قد قلت لكم من قبل إن الرخص التي تختص بالسفر الطويل أربع: مسح الخفين ثلاثا،
وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين والإفطار. أما مثل هذه الرخصة التنفل إلى غير القبلة فهذا يجوز في السفر الطويل والقصير. ولذا قال: إلا الطول فلا يشترط، بل يكفي أن يكون السفر إلى ما لا يسمع فيه نداء الجمعة. وقد بينت لكم ضابط السفر القصير، وقلت لكم قدره الشيخ أبو حامد بميل، والميل تقريبا 3 كيلومترات، وقدره الإمام البغوي رحمة الله عليهما بأن يخرج من بلدته إلى مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة، أي تسقط عنه الجمعة، واضح؟ وهما متقاربان. قال هنا: فإن كان في نحو هودج وسفينة أتم ركوعه وسجوده، واستقبل، أي واستقبل القبلة لسهولة ذلك عليه. وإلا فإن كان راكبا استقبل وجوبا في إحرامه فقط إن سهل عليه ذلك. واضح؟ استقبل وجوبا، تمام، هو لم يقل وجوبا، أضفتها، استقبل وجوبا في إحرامه فقط إن سهل، تمام، ثم قال إيش؟ وجهة مقصده قبلته في الباقي، أي وتكون وجهة مقصده، أي وجهة المكان الذي يقصده بالسفر، تكون قبلة له في بقية صلاته، تمام؟ قال: ويومئ بالركوع والسجود أخفض، أي ويكون سجوده أخفض من ركوعه. قال: وإن كان ماشيا استقبل فيما سوى القيام والاعتدال والتشهد والسلام. واضح؟ قال: وإن كان ماشيا استقبل فيما سوى القيام، يقصد بالقيام هنا التحرم، يعني عندما يتحرم، نفترض أنا أتنفل ماشيا، أتنفل ماشيا، عند التحرم القبلة هنا، عند التحرم أستقبل القبلة وأتحرم ثم أمشي، عند الركوع أستقبل القبلة وأركع ثم أمشي، عند السجود أستقبل القبلة وأسجد ثم أمشي، عند السلام أستقبل القبلة وأسلم، صح؟ عند السلام، عند السلام 4، واضح؟ إذن استقبلت القبلة في كم أركان؟ عند التحرم، عند الركوع، عند السجود، عند السلام. متى أمشي؟ متى أمشي؟ أمشي في أثناء القيام، في أثناء الاعتدال، في أثناء الجلوس بين السجدتين، في أثناء التشهد الأخير. إذن يستقبل في 4 ويمشي في 4، فهمنا أو لا؟ واضح؟ نعيد لهم مرة أخرى في أصحاب الكاميرا. هكذا: عند التحرم أستقبل القبلة، الله أكبر، ثم أثناء القيام أمشي، عند الركوع أستقبل القبلة وأركع، عند الاعتدال أمشي، عند السجود أستقبل القبلة وأسكت، عند التشهد أمشي، عند السلام أستقبل القبلة وأسلم. فأستقبل في 4 مواضع وأمشي في 4 مواضع، فهمنا؟ ولذلك قالوا: يستقبل في 4، في 4 ويمشي في 4. قال: استقبل فيما سوى القيام والاعتدال والتشهد والسلام، عفوا، عند السلام، لا انتبهوا، عند السلام لا يستقبل، عند السلام لا يستقبل، متى يستقبل؟ عند التشهد، عند التشهد، نعم. قال: أما هذه، أي هذه الأربعة، هذه الأربعة فيمشي فيها وقبلته جهة مقصده. هذه الأربعة التي هي القيام، التي هي القيام، تمام، والاعتدال والتشهد والسلام، هذه يمشي فيها، تمام. إذا متى يستقبل القبلة؟ يستقبلها في تكبيرة الإحرام، في الركوع، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، تمام، في الجلوس بين السجدتين،
تمام، صوبوا ما قررته لكم قبل قليل. طيب، قال رحمه الله تعالى: أما هذه فيمشي فيها وقبلته جهة مقصده. قال: ويشترط ترك الأفعال الكثيرة لغير حاجة ودوام السفر. والسير أي حال كونه يسير، تمام، وعدم وطئ النجاسة غير المعفو عنها، أما المعفو عنها فلا يضر، إلا اليابسة خطأ، أي إلا إذا وطئ نجاسة يابسة خطأ لا عمدا فإنه لا يضر. فهمنا؟ فهمنا هذه المسألة شباب؟ إن شاء الله. إذن سيستقبل في تكبيرة الإحرام، سيستقبل في الركوع، سيستقبل في السجود، سيستقبل في الجلوس بين السجدتين، سيمشي في القيام، ويمشي في الاعتدال، ويمشي في التشهد، ويمشي في السلام. واضح؟ يستقبل في أربعة ويمشي في أربعة. نعم، يمكن هنا أن نذكر الصلاة في الطائرة والصلاة في القطار. أفتى العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى بصحة الصلاة في الطائرة إذا استقبل القبلة وأتم الركوع والسجود ولم يكن هو الذي يسير الطائرة، أي أن سيرها لا ينسب إليه، يعني ليس هو قائد الطائرة الذي يسيرها. واضح؟ فإذا استقبل القبلة وأتم الركوع والسجود ولم يكن سيرها ينسب إليه فإن صلاته تصح ولا تجب عليه الإعادة. وهذا نفسه يأتي في الصلاة في القطار، إذا استقبل القبلة وأتم الركوع والسجود ولم يكن سير القطار ينسب إليه. أما إذا لم يستطع التوجه إلى القبلة أو لم يستطع أن يتم ركوعه وسجوده فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه القضاء. هذا الذي أفتى به العلامة محمد بن سالم بن حفيظ هو الأقرب إلى نصوص الفقهاء، وقد كنت كتبت منشورا قبل مدة حول هذا. وهنالك بعض الشافعية قالوا إن الذي يصلي في الطائرة مطلقا يعيد، وألف في ذلك مفتي الشافعية في مكة العلامة إسماعيل الزين رسالة في حكم هذه المسألة، خرج فيها أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد. وبعض فقهاء بلادكم جرى على هذا القول، مثل الشيخ طيفور علي وفاء في رسالة له فيها فتاوى نقل هذا القول. أيوة، بغية الطلاب بفتاوى مشايخ الأنجاب هكذا. نعم، قال رحمه الله تعالى: وصلاة شدة الخوف، أي في غير نافلة السفر وفي غير صلاة شدة الخوف. قال: صلاة أي فرضا كانت أو نفلا، شدة الخوف أي في قتال مباح، فإنه يصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه. كيف أمكنه؟ أي من كونه مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها، وكونه أتم الركوع والسجود أو لا، ولا إعادة عليه. قال: وترك الكلام، أي ومن شروط الصلاة ترك الكلام. قال: أي عمدا مع العلم بالتحريم، وأنه في الصلاة، مع العلم بالتحريم وأنه في الصلاة، وعدم الغلبة فتبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم. واضح؟ تبطل بالنطق بحرفين ولو غير مفهمين، أو بحرف واحد مفهم، كقي فعل أمر من الوقاية، عي فعل أمر من الوعي، أو بحرف ممدود، لأن الحرف الممدود بحرفين. قال: ويغتفر يسير الكلام
ما مقدار يسير الكلام؟ قال وهو أربع كلمات عرفية عند ابن حجر، عرفية ليست لغوية. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر، ثم قال قالوا بلى نسيت يا رسول الله، قال أو كما قال ذو اليدين. فعدت هذه الكلمات عرفا بست كلمات، وعدها ابن حجر عرفا بأربع كلمات. واضح؟ لو حسبتها بقواعد اللغة تكون أكثر، صح؟ لكن لا تنظر هنا إلى قواعد اللغة، ولذلك ضبطها بالعرف. قال بأربع كلمات عرفية عند ابن حجر وست عند القليوبي وباعشن، علامة سعيد بن محمد باعشن صاحب بشر الكريم. إن نسي أي يغتفر كلامه اليسير إن كان ناسيا، تمام، أي إن كان ناسيا أنه في الصلاة. انتبه معي، انظر ماذا قال في البداية، قال أي عمدا مع التحريم، مع العلم بالتحريم وأنه في الصلاة، وأنه في الصلاة. أما لو قال لك نسيت أن الكلام حرام في الصلاة، نقول له تبطل صلاتك. إذا نسي تحريم الكلام تبطل الصلاة، لكن تكلم ناسيا أنه في الصلاة لا تبطل. فرق بين المسألتين، فهمنا؟ أيوة. قال هنا إن نسي أو سبق لسانه أو جهل التحريم وعذر، كأن نشأ بعيدا عن العلماء، أو حصل بغلبة ضحك أو بكاء، أي إذا حصل بغلبة، غلبه الضحك أو غلبه البكاء، فإن هذا لا تبطل صلاته. ثم قال وترك الأفعال الكثيرة، قال وترك الأفعال الكثيرة كثلاث حركات متوالية، عبر بقوله حركات وعدل عن التعبير المشهور ثلاث خطوات، إشارة إلى أن الخطوات مجرد ضرب مثال وليس للحصر. قال كثلاث حركات متواليات، ما معنى متواليات؟ أي بحيث تعد الثانية متصلة بالأولى، فإن عدت الثانية منقطعة عن الأولى فهذا ليس توالي، حتى وإن كانت في نفس الركعة. يعني لا كما قال بعضهم التوالي أن تكون الحركة الأولى في ركعة والثانية في ركعة والثالثة في ركعة، عدم التوالي، قال عدم التوالي أن تكون الأولى في ركعة والثانية في ركعة والثالثة في ركعة، لا لا، حتى لو كانت في نفس الركعة لا يضر، المهم ألا يعد ذلك تواليا، أن تكون الثانية منقطعة عن، أن تكون الثانية منقطعة عن الأولى، هذا المراد. قال كثلاث حركات متواليات، تمام. وعلى هذا نريد أن نبين مسألتنا، لو أنه خطأ كان يصلي، تمام، ما مقدار الخطوة؟ ما ضابط الخطوة؟ هذا يعتبر خطوة؟ فإذا فعل هكذا صارت خطوة ثانية، أو نقول هذا خطوة فقط؟ نقل القدم هل هو خطوة؟ أو الخطوة تكون بنقل القدمين؟ فهمنا السؤال؟ واضح؟ أيوة. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ونقل القدم مرة خطوة، هذا خطوة، تمام. فإذا نقل الثانية إلى أمامها أو إلى جنبها أو إلى خلفها، كان يكون هنا نقل هذه وهذه إلى الخلف هكذا، تمام، تكون كم خطوتان؟ ماذا حصل؟ عفوا، خلاص. طيب نقول فإذا نقل هذه إلى الأمام ثم هذه إلى أمامها خطوة،
الخلاف أين؟ الخلاف هنا إذا نقل هذه إلى الأمام، نقل الثانية إلى محاذاتها، إلى محاذاتها. ابن حجر في فتح الجواد يقول إذا نقل الثانية إلى محاذاتها تعتبر واحدة، إلى محاذاتها، بخلاف ما لو نقلها إلى أمامها خطوة. يعني هو هنا واقف هكذا وهكذا خطوة، لكن هكذا وهكذا خطوة. فهمنا أولى؟ واضح إن شاء الله. طبعا خطوات، خطوات مفرده ماذا؟ خطوة ولا خطوة؟ خطوة، خطوة بالفتح نقل القدم، خطوة المسافة بين القدمين، واضح؟ المسافة بين القدمين بالضم، خطوة. نقل القدم اللي هو فعل خطوة، هذا خطوة يذكر هنا في باب مبطلات الصلاة، نقول ثلاث خطوات جمع خطوة. أما عندما نقدر المسافة كما هو في القصر نقول مثلا الميل يساوي كذا وكذا 4000 خطوة، هناك المراد المسافة ليس المراد نقل القدم. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم، نعود إلى الدرس. قال وترك الأفعال الكثيرة، قال في الهامش كثلاث حركات متواليات. قوله ثلاث حركات، انتبه معي، ثلاث حركات، قد يفهم البعض أنه لا تبطل إلا بثلاث، فأراد أن يبين لك أنه قد تبطل بحركة واحدة، فقال وضربة مفرطة، مع أنها واحدة، ضربة واحدة مفرطة أي قوية تبطل الصلاة. بعضهم ضبط الضربة المفرطة التي يتحرك لأجلها جميع الجسد، ومثلها الوثبة قفزة تبطل الصلاة مع أنها حركة واحدة. ولذلك في الزبد قال إيش؟ ووثبة تفحش. قوله تفحش هذا ليس قيدا، صفة كاشفة، لأن الوثبة فاحشة دائما، لا يوجد وثبة فاحشة ووثبة غير فاحشة. واضح؟ أيوة. قال هنا كثلاث حركات متواليات وضربة مفرطة ووثبة ولو مع النسيان. حتى ولو كان ناسيا، لأنه أي لأن الفعل هذا يقطع نظم الصلاة. وطبعا المقصود هنا إذا كانت الحركات، إذا كانت الحركات بعضو ثقيل كالرأس واليد والرجل، أما لو كانت بعضو خفيف كالبنان مع قرار الكف، أي أن الكف مستقر لكن يحرك البنان. بعض الناس إذا صلى لا بأس قليلا فقط، لا بأس هذا، بعض الناس إذا صلى هكذا، ها واضح، لا يؤثر على صحة الصلاة وإن كان مكروها، لا يؤثر على صحة الصلاة وإن كان مكروها، لأن هذا عضو خفيف. قال لك الناظم فشفة والأذن واللسان وذكر والجفن والبنان، تحريكهن إن توالى وكثر لغير عذر في الصلاة لا يضر. تحفظون هذا هنا؟ ما تحفظون؟ فشفة والأذن واللسان وذكر والجفن والبنان، تحريكهن إن توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر. فهمنا مشايخ؟ نعم. إذن لابد أن يكون العضو كبيرا، ولا بد أن يكون من غير قصد اللعب، أما لو حرك بقصد اللعب بطلت الصلاة ولو حركة واحدة. واضح؟ ولا يشترط اتحاد الأعضاء، فلو أنه حرك قدمه ويده ورأسه بطلت الصلاة،
تمام. ومن هنا تعلم خطأ أولئك الذين يبحثون عن السترة وهم في الصلاة فيمشون خطوات في المسجد حتى إذا نظرت إليه تظنه أنه ليس في صلاة. هذا عرض صلاته للبطلان بهذا الفعل. قال رحمه الله تعالى: كثلاث حركات متواليات وضربة مفرطة ووثبة ولو مع النسيان. قال: وكزيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة، أي وتبطل الصلاة. انتبه معي، هذا مهم، تبطل الصلاة إذا زاد ركنا فعليا أخرج ماذا؟ أخرج القولي. فلو أنه قرأ الفاتحة مرة أخرى لا تبطل صلاته، تمام، حتى ولو كان عمدا لا تبطل صلاته. قال: وكزيادة ركن فعلي عمدا، أخرج ما لو زاد ركنا فعليا سهوا، كأن سجد ثالثة أي سجودا ثالثا سهوا لا تبطل صلاته. هذا زاد ركنا فعليا صح، لكن سهوا لا تبطل صلاته. قال: لغير متابعة، أخرج ما لو زاد ركنا فعليا لمتابعة، صورته أنه مثلا ركع قبل إمامه عامدا، إذا تقدم المأموم على الإمام عامدا بركن واحد تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. إذا تقدم المأموم على الإمام بركن واحد لا تبطل صلاته، لكن يسن له أن يعود لمتابعة الإمام. إذن هذا قد ركع والإمام لا زال قائما، نقول له ماذا؟ يسن لك أن تعود لمتابعة الإمام. فإذا عاد وركع مع الإمام يكون قد زاد ركنا صح؟ هذا لا يبطل الصلاة لأنه زاده لمتابعة الإمام. إذن عندك هنا ثلاثة قيود: زاد ركنا فعليا عمدا لغير متابعة. فهمنا يا مشايخ؟ طيب. قال: وألا يمضي ركن قولي. قال: وترك الأكل والشرب. وترك الأكل، الأكل بضم الهمزة، عندكم ضم الهمزة أو لا؟ ما ضمها؟ لم يضمها؟ ينبغي أن يضم الهمزة، لأن الأكل فعل، والفعل هذا يدخل فيما قبله ترك الأفعال، فليس الكلام هنا على ترك الأفعال، هنا الكلام على الأكل الذي هو المطعوم، ما يؤكل، أكلها دائم وظلها. قال: وترك الأكل والشرب. قال: نعم، يغتفر القليل أي من الطعام من الأكل مع النسيان، كأن يكون في فمه حبة سمسمة تشبه الحبة السوداء فيدخلها ناسيا أنه في الصلاة، هذا يغتفر. أو الجهل بالتحريم، أو يعني ويغتفر أيضا مع الجهل بالتحريم إن عذر، أي إن عذر بجهله، كأن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. قال: وألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم، يعني إذا كان يشك في نية التحرم ومضى ركن قولي مع ذلك الشك أو ركن فعلي مع ذلك الشك فتبطل صلاته. قال: أو تكبيره، أي تكبيرة الإحرام. أو يطول زمن الشك، أي كذلك إذا طال زمن الشك بحيث أنه وسع ركنا تبطل صلاته. قال: وألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها، فإذا نوى قطع الصلاة بطلت، إذا تردد في قطعها أيضا بطلت. وكذلك لو علق قطعها على شيء. قال: وعدم تعليق قطعها بشيء، فلو علق قطع الصلاة بشيء بطل صلاته، كأن قال: إذا دخل زيد الغرفة أقطع الصلاة، تبطل الصلاة مباشرة وإن لم يدخل زيد. واضح؟ أيوة. إذا رن التليفون أقطع الصلاة مباشرة، تبطل الصلاة. ولذلك هنا قال:
ولو محالا، أي ولو كان التعليق على أمر محال عادة. محال إيش؟ عادة. لا عقلا كالجمع بين ضدين، فلا يضر لو علق على محال عقلا. يعني مثال، لو قال إن طرت في السماء بلا آلة أقطع صلاتي، طبعا لو قال بقلبه، أما لو قال بلسانه واضح تبطل الصلاة، ها؟ ما يحتاج إلى تنبيه هذا. لو قال بقلبه إن طرت إلى السماء بلا آلة أقطع صلاتي، هذا إيش؟ محال إيش؟ عادة أو عقلا؟ عادة. واضح؟ تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، موجود. لكن لو قال إن أحييت ميتا استقلالا، أي مستقل بنفسي أحييت ميتا، إن أحييت ميتا استقلالا أقطع صلاتي، تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل، لأن هذا محال، محال عقلا. واضح؟ تبقى عندنا صورة لم يذكرها، لو كان محالا شرعا، كأن قال إذا نسخ الصيام أقطع صلاتي، ما رأيكم؟ تبطل صلاته أو لا تبطل؟ عندنا محال عقلي، محال شرعي، محال اعتيادي أو عادي. طيب بالمحال الشرعي ما رأيكم؟ ها؟ أظن أنها لا تبطل، لكن أحتاج إلى نقل. لو أنك تبحث لنا عن هذا ما رأيك؟ إن شاء الله، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا اليوم. أعتذر عن الأسئلة، إن شاء الله في الدرس القادم نجعل الأسئلة أداء للدرس وقضاء لهذا الدرس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم إن شاء الله. أين؟ نعم، هذه طريقة لبعض الفقهاء، وجرى عليها الإمام النووي في بعض كتبه، لأن من شروط الصلاة ترك المبتدأ. نعم، من هذا الباب.